أصدر أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث أصدر توجيهات بإقرار نظام الشباك الموحد كصيغة تجارية واقتصادية. الرئيس تبون كلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة ما لم ينفذ بعد. الرئيس تبون كلف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي لعدد مناصب العمل المستحدثة. الرئيس تبون كلف وسيط الجمهورية للتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم بسبب بيروقراطية الفترة السابقة. الرئيس تبون أمر بإعفاء شباب أنساج من المتابعات القضائية مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة وفق رزنامة تسديد للديون. الرئيس تبون أمر باعتماد المزيد من التسهيلات في المجال العقاري للمستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري لكونه مورداً من موارد الأمن الغذائي. الرئيس تبون أمر بتسوية وضعية المؤسسات الاقتصادية المنتجة المشيدة في أراض فلاحية. رئيس الجمهورية أمر بتنصيب مجلس أعلى للطاقة وأعطى تعليمات بتحديد مدة 3 أشهر من أجل التحول نحو الطاقة الشمسية في القطاع التربية والتعليم.